السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شهيوات جزائرية. في هذا الفيديو راح نحضروا ليكورني مورقين بالعجين المورق السحري مع كريمة الجبن الرائعة. وباش نحضروا هاد ليكورني نحتاجوا لعجين المورق السحري اللي حضرناه في فيديو سابق، واللي ما شافتش الوصفة راح نخلي لها الرابط أسفل الفيديو. نرشو طاولة العمل جيدا بالفارينة، ورح نرش أيضا العجين تاعي بهالطريقة، ورح نرش أيضا العجين ونفتح العجينة تاعي بالرولو حتى نتحصلوا على سمك حوالي 3 مليمتر. ودائما خياتي العجين تاعكم المورق تفتحوه من المنتصف، يعني تبدأوا من المنتصف وتفتحوا على برا وتعودوا ترجعوا للمنتصف وتزيدوا تفتحوا على برا من جهة سفلية. بعد راح نجيب سكين ونقطع العجين تاعي الى شرائح يكون العرض تاعهم من 1 حتى 1.5 سنتيمتر. ونتخلص من شريط اللي جيني على الطرف ونبدا نشكل ليكورني تاعي. راح نرفد الشريط ونحطو النقطه تاع ليكورني تكون في الزاويه تاع الشريط تاع العجينه بهذه الطريقه، ونبدا نلف في الشريط حتى نكملوه. هنا برك البنات ما لازمش تطلعوا العجين تاعكم فوق ليكورني هكذا، باش من بعد كي نديمو ليهم يجيونا ساهلين. وراح نحطهم في صينية الفرن بعد ما فرشتو بورق الزبدة، ونحاول اني نحطهم على الجهة اللي غلقنا عليها بهذه الطريقة. ورح نعمل ايضا ليمونشو. هنا عندي ورق الالومنيوم، يعني لفيتو بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. او اللي تحب تعمل قوالب تاع الحلوه تاع لي سيجار، او غير ملعقه، يعني تلفوا الشرائط تاعكم على الملعقه، يعني كل وحده واش متوفر عندها. انا قطعت ورق الالومنيوم على 2 وبعد طويته على 4 ولفيتو بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، وراح نشكل عليهم ليمونشو تاعي. نحط شريط من العجين ونبقى نلف فيه بهذه الطريقه، ولازم البنات ما تحطوش يعني الطرف يكون فوق الطرف تاع العجينه كما راكم تلاحظوا، يعني الصوره راهي توضح اكثر. وهاو لكم شكلهم النهائي. راح نحطهم هما ايضا في صينيه الفرن ونكمل نشكل العجينه اللي تبقات لي بنفس الطريقه. راح ندخلهم للمجمد مدة 10 دقائق، ومن بعد راح ندهنهم بصفار بيض. وهنا يا من الأحسن أنكم تدهنوهم غير بصبعتكم أو ببانسو، المهم ما تقيسوش الأطراف تاع كما راكم تلاحظوا راني نسيس فيهم هكذا باش ما نخسروش الطوريق، باش يجيونا ليكورني تاعنا مورقين على الطرف. وزينتهم بالجلجلان والسانوج، وراح ندخلهم للفرن اللي لازم يكون مسخن مسبقا على 200 درجة حتى يديو اللون الذهبي. وفي هذا الوطن راح نحضروا كريمة الجبن والدجاج. نحتاج مقلاة نحط فيها نصف صدر دجاج قطعته الى مربعات صغيرة، نضيف عليه 3 فصوص تاع الثوم نسكرفجهم، ونتبلوه برشة كركم ورشة فلفل أسود، وعندي ملح ونصف ملعقة صغيرة موتارد. وراح نضيف عليه حوالي كأس من الماء، نخلطهم جيدا وراح نديهم على نار تكون متوسطة. ونخلي هذاك الدجاج يطيب على خاطرو، كل شوية نقلبوه حتى ينشف من الماء تماما. وبعد ما نشف من الماء، يعني ما بقاتش فيه ولا قطره، لانه اذا بقى فيه الماء من بعد راح يخسر لنا الكريمه تاعنا. راح نجبدو بجهه ونخليه يبرد شويه وراح نرحيه كما راكم تلاحظوا.
نحاولوا انه نرحيوه جيدا حتى نتحصلوا على عجينة، ونفرغوه في طبسي ونخليه بجيه. كما راكم تشوفوا خياتي راهم وجدوا لي كورني تاعي وليمونشون، هاوليكم شكلهم. شوفوا كيما قصتهمش بالبيض او بصفار البيض، شوفوا كيفاه جاوني الاطراف مرقين. نخليهم يبردوا شويه وراح نرجع لهم نديمولوهم. وفي هذا الوقت راح نجيب كاسروله حطيت فيها 50 غرام زبده او مارغرين، نخليها حتى تدوب، وراح نضيف 50 غرام فارينه. نحمص هذيك الفارينه تاعي بالزبده، يعني راح نعملو صوص بيشاميل. نحمصوها جيدا باش صوص بيشاميل تاعنا ما تجيش فيها الكو تاع الفارينه. وراح نضيف نصف لتر من الحليب ونخلطو جيدا باستعمال فوي هكذا باش ما البيشاميل تاعنا ما يكونوش فيه حبيبات او كرات. وبعد ما يغلي الخليط تاعنا ويبدا يعقد كما راكم تلاحظوا، يعني بدا يدير الفقاعات، هنا نعرفوا بلي صوص بيشاميل تاعنا راهي وجدت. رايحه نكهوها برشه من الفلفل الاسود ونملحوها باش ما تجيناش صامطه. وراح نضيف كميه مليحه من الجبن الابيض او اي جبن تفضلوه، ونحركو جيدا هكذا باش يدوب الجبن. وفي الاخير راح نكهوها برشه من جوزة الطيب اللي راح تمدلها بنا ولا اروع. نخلط الكل جيدا كما راكم تشوفوها، والقوام تاعو يعني ما فيهش حبيبات، ويخرج لكم بشمال من اروع ما يكون. وهنا في الاخير البنات راح نضيفوا صدر الدجاج اللي كنا رحيناه جيدا. نخلطوا الكل جيدا. وهنا خياتي انا طفيت النار، يعني النار تاعي ما هي شعله. وفي الاخير راح نجيبو براميكسر، راح نزيد الميكسي مليح الخليط تاعي هكذا باش نتاكدوا انه الكريمه تاعنا ما فيهاش حبيبات تاع الدجاج. ميكسيوها جيدا حتى تحصلوا على قوام يكون املس بهذه الطريقه. هنا خياتي راح ندي الكريمه اللي تحصلنا عليها نحطوها في الثلاجه، وهنا من الاحسن انكم تستعملوها ليله من قبل يعني كي تحتاجوها، او تخليوها تبرد على الاقل 6 ساعات او اكثر. ونولي لي كورني تاعي راح نديمو ليهم، هاوليكم شكلهم كيفاش راح يكون بعد ما نديمو ليهم، يعني ما تخافوش منهم. برك خليو مسافه بين العجين وبين الليمول تاعكم هكذا باش نحيوهم فاسيلمون. راح نجيب هنايا جبن، تستعملوا اي جبن، انا استعملت الجريير، نتوما تستعملوا اي جبن نبشروا باش نزينوا به. ونجيبوا الكريمه تاعنا بعد ما خليتها ارتاحت، انا صراحه ما خليتهاش ارتاحت بزاف، خليتها حوالي 4 ساعات. يعني نتوما كل وين تخليوها ترتاح راح تحصلوا على نتيجه احسن، وتكون عندكم الكريمه يعني تعطيكم الطوع تشكلوها كيما حبيتوا. نعمر لي كورني تاعي وراح نجوزهم في الجبن المبشور بهذه الطريقه. نعمل نفس الطريقه لي مونشو، راح نعمرهم ونفوتهم هما ايضا في الجبن المبشور. وهوليكم خياتي شكلهم النهائي، صدقوني من اروع ما يكون. وعلى بالي اللي جربوا هذه الوصفه او اللي جربوا لاباط فيتي على بالي راح يدعيوا لي، ونتمنى انهم يبانوا هنا في الكومنتار. وان شاء الله يا ربي تزيدوا تسييو كريمه الجبن والدجاج لانها بزاف بزاف رائعه. وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش جيم وكومنتار، ونلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم.